وهذا الكتاب يا أخوانا لو حضرتكم يعني ذاكرتموه جيدا، يعني العقاد كان له مقولة يقول فيها: قراءة الكتاب مرتين خير من قراءة كتابين. وقالوا: صاحب الكتاب يغلب صاحب الكتب. يعني أنت حضرتك بدل ما تبحث عن كتاب آخر في علوم القرآن أو أصول التفسير أو الدخيل وتقرأه، لا، اقرأ هذا مرة ثانية وذاكره مرة ثانية. إذا وجدت معلومة أخرى في مكان آخر أضفها على هذا الكتاب، أضفها في عقلك على هذا الكتاب أو على هامش هذا الكتاب. هذا أفضل في المذاكرة وحفظ المعلومات. لذلك كان العلماء الواحد منهم يشرح الكتاب ربما 20 مرة 30 مرة، أو من عادته أنه يشرح الكتاب في كل سنة مرة. لذلك كانوا يتقنون الكتب. فالكثرة، إحنا الآن العصر الذي فيه نحن فيه عصر التدفق المعرفي، هذا للأسف مع كثرة الكتب الموجودة وكثرة الدروس وكثرة البي دي إف المتوفر على الإنترنت، قابله إعراض عن العلم. يعني كان المتوقع أن الناس تقبل على العلم أكثر، لا، اللي حصل أنه قابله همة ضعيفة في طلب العلم. ليه؟ لأنه المعلومات موجودة وسأصل إليها في أي وقت، فالإنسان يظل يؤجل 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 حتى لا يتعلم شيء. وكثرة الكتب يلهي بعضها عن بعض، أنتقل من كتاب إلى كتاب، لا، الكتاب ده أفضل، هذا الكتاب أفضل، لا، هذا الشيخ أفضل، لا، مش عارف كذا أفضل، ويظل الطالب هكذا لا يتعلم شيء. لا، اركز واستقر على كتاب وشيخ، كده تنتج. بهذا يظهر الثمرة فيما تفعل، أو تظهر الثمرة فيما تفعل، غير كده لن يكون هناك ثمرة. فأنا أنصحكم أنكم تعيدوا قراءة الكتاب، تعيدوا سماع الدروس. إذا وجدت في نفسك أنك حفظت المعلومات وفهمتها جيدا، انتقل إلى غيره، أو ننتقل إلى غيره إن شاء الله. ومن أفضل ما يثبت المعلومات إنك تشرح، إنك تشرح ما درست لغيرك، فتكون مذاكرة لك وفي نفس الوقت إفادة للناس. يعني أنا وأنا بقرأ معكم أنا فاتح ملف الوورد، إذا مرت معلومة مثلا أنا شايف أنها تحتاج إلى إيضاح، أنا بحط عندي علامة. يعني أنا أيضا لما بقرأ معكم كتابي هذا أنا بستفيد، كأنني أراجع الكتاب معكم مرة ثانية وثالثة وهكذا. نسأل الله أن يعيننا وإياكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.